خالد رجعت لنا تاني. اتفضلي يا سيدة ام خالد، اتفضلي. السلام عليكم ام خالد. ايوه السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اتفضلي. حضرة الشيخ؟ عامل الحمد ايه؟ لله فضل ونعمة. الحمد لله. بقول لحضرتك، انا عندي دلوقتي ابني ما بيروح شغل، بيشتغل 10 ايام ويقوم قاعد تاني على طول كده، ما اعرفش ايه اللي معاك في حكاية الشغل. ماشي يعني هو السؤال. لما، استني، لما بيروح الشغل بيقعد 10 ايام ويمشي؟ بيمشوا هما من نفسهم، اي مشكله كده تلاقيهم قالوا خد ورقك وامشي. طيب وبعدين؟ فهو كده على طول، ما اعرفش ايه السبب. بقى السؤال الثاني، انا دلوقتي بنتي كانت لها بس في يا ام الدراسه، خالد، يا ام يعني خالد معلش في السؤال بعدين ما الاولاني. بيروحش الدراسه خالص، فقالت لي يا مدرس عشان يواصل معاه وفلوس. اتكلمت مع المدرس وقلت له انا هاخد 500 جنيه. انا معيش ال 500 جنيه. جه لما الواد سقط ما بقتش تكلمني خالص، ولا بقت هي حتى بكلمها، حتى انا على الحظر ما طيب بتكلمنيش خالص نهائي. بص يا ام خالد، ماشي. هي كانت متصوره ان انت معاكي فلوس وخبيتيها منها. ايوه بتحسب انا معايا فلوس، انا ما معيش. انا ست عندي 60 سنه وعجز وجوزي متوفي طيب سؤالك، وعايشه لوحديه، طب فين سؤالك يا حاج ام وعايشه خالد؟ وعايشه على يعني ايه اللي ربنا بيرزقني بيه من اهل الخير. طيب ايه سؤالك فين يا حاج ام خالد؟ هل هي ليها حق في ان هي تزعل منك ولا لا؟ ما انا ما اديتهاش ما اديتش المدرس ال 500 جنيه وابنها رأى سقط. طيب فانت بتسالي هي، وانا قلت لها ابعتي لي الفلوس وانا هديله، انا ما معيش يا بنتي. طيب وانت، فانت اما بتسالي، لا سقط ما بترنش عليا، ولا بتخليني حتى ارن عليها، طب حطاني في الحبس. طب سؤالك ايه، هل هي كده ليها حق ولا ملهاش حق؟ ايوه طيب عايز اعرف خلاص، الدنيا بقى، انا كده على طرف حقها ولا ايه طيب بالظبط، ولا معاكي؟ انا اجاوبك على السؤالين يا حاجه مخالد. السؤال الاولاني دوت بس عشان نبقى، خلينا نقول السؤال الاخراني نبقى على طول كده. لا هي ملهاش حق ان هي تعاتبك في ده. ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت مش واجب عليكي ان انت تعملي ده ما دمت انت معكيش مال. فانت ليه ببساطه خالص هي تشوفك ملزمه بده؟ لا انت مش ملزمه بده خالص، وانت اللي انت عملتيه دوت يعني اللي انت قادره عليه. انت قلت لها هات الفلوس وانا اديك الفلوس دي. السؤال الاولاني كان، اذا السؤال الاولاني بتاع حضرتك كنت بتقولي ابنك اللي بيتفصل من الشغل ده. انا شايف ان فصل ابنك من الشغل ده احنا عايزين بس ندقق فيه شويه. ولذلك انت لما كنت بتساليني السؤال ده كنت عايز اسالك سؤال رفيع كده، يعني هو بيفصلوه في الشغل لانه بيعلوا صوته عليهم يشتبك معاهم وبيزعق معاهم فبيفصلوه؟ في الغالب ابن حضرتك محتاج دعم نفسي. يعني لو تكرر ده عشان انت تلاحظ الكلام ده يبقى لازم يتكرر. اولا مدة الفصل مدة صغيرة، انه يتفصل بعد 10 ايام. الامر التاني انه هو ده يتكرر كتير، ده يبقى احنا محتاجين ابنك يروح يشوف شويتين تلاتة حد يعمل له دعم نفسي. يعني يعملوا دعم نفسي ليه؟ يشوفوا هو ليه بيحصل كده. لان في بعض الاحيان بيبقى عنده مشكله. ايه المشكله اللي عنده؟ ان هو مش متصور ان هو يبقى له رئيس، فمتصور ان هو مظلوم طول الوقت، ومتصور ان الناس دي بتتعدى عليه، فهو عنده اكتئاب. فلما حد بيجي يوجه له اي كلام الاكتئاب بيزيد عليه، فيعمل اشياء انفعاليه غير محسومه، فالناس تحس ان هو ما عندوش اتزان فيفصلوه. فاذا كان الكلام زي ما بقول لك كده يبقى هو محتاج دعم نفسي وبسرعة.